ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وخلونا نتكلم سريعاً عن استوديو التحليل للقناة، واللي هيكون معايا فيه نجوم التحليل المميزين كباتن الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، كابتن هاني العجيزي، واللي هنتكلم معاهم في الاستوديو عن مختلف جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سواء بطولة الدوري العام أو كاس مصر أو دوري أبطال أفريقيا، واللي بإذن الله نحتفل معاهم بجميع البطولات هذا الموسم. كابتن علاء وميهوب، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك أيمن، الحمد لله على السلامة، ومنور قناتك قناة الأهلي الرائعة بعد التجديد اللي حصل فيها، وإن شاء الله تبقى بداية موفقة ليك والاستوديو كله، وأنت أكيد مش غريب علينا يعني. الحمد لله رب العالمين. كابتن محمد يوسف، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك كابتن أيمن وبكل زمايلنا، وطبعا الواحد سعيد وفرحان إنه في قناته، قناة النادي الأهلي، قناة البيت الكبير بتاعنا، وببارك طبعا لكل القائمين على التجديد وعلى الشكل الجديد ده. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم حاجه مميزه جدا وحاجه تليق باسم النادي الاهلي وبجمهور النادي الاهلي. خلصت؟ خلصت. كابتن عادل مصطفى، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا تايمن، وبرحب بحضرتك وان شاء الله بدايه موفقه. ربنا يخليك. وانا سعيد ان انا موجود في قناه بيتي، وليا الشرف ان انا يعني كنت مشجع للنادي الاهلي، بعد كده لعيب في النادي الاهلي، وبدايتي في التدريب في النادي الاهلي، وتدرجت في الناشئين وفي الفريق الاول مع كابتن يوسف، وسعيد انا موجود في بيتي، وده شرف ليا والنادي الاهلي، اي حد يتشرف ان موجود تحت رايته يعني. وان شاء الله يبقى استوديو جميل مع نجوم كبار، كباتن النادي الاهلي، مدربين، ودي حاجه يعني من النوادر ان استوديو فيه اتنين مديرين فنيين. كابتن علاء قعد فتره طويله جدا مدرب عام في النادي الاهلي، وكابتن محمد يوسف برده كان ليه شرف ان كان مدير في النادي الاهلي، وكابتن هاني العجيزي ان شاء الله بداية موفقة. فبتمنى التوفيق وان شاء الله نعمل حاجه كويس. كابتن هاني العجيزي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك كابتن ايمن. طبعا انا سعيد، طبعا انا يعني سعيد ان انا موجود مع مجموعه كبيره من الناس اللي تقال في النادي الاهلي اساطير. انا بعتبر بالنسبه لي انا اساطير النادي الاهلي كابتن ايمن طبعا، وكابتن محمد يوسف، وكابتن علاء، وكابتن عادل مصطفى. انا سعيد طبعا انا موجود، وسعيد يعني المفاجاه اللي جات لي. انا ما كنتش حاطط في خيالي خالص ان انا ممكن اتحط في موقف زي ده، ان انا ابقى موجود في اعظم قناه في افريقيا او في العالم تقريبا بعد التجديدات دي كلها. ويعني حاجه ما شاء الله، حاجه تفرح، حاجه محترمه جدا فعلا. الناس دي تعبت، انا عايز اشكر الناس اللي موجوده اللي تعبت الثلاث ايام اللي فاتت، بشكرهم طبعا كلهم، ويا رب كده باذن الله تكون فتحه خير زي ما حضرتك قلت ان شاء الله. بطولات النادي الاهلي دايما باذن الله، وبالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. لمنا في الدخله. دي حقيقه. سلامه كويسه. في البدايه عايز اعرف رايكم انتوا الاربعه في القناه بعد تطويرها والاحتفاليه الجميله النهارده في اولى ايام بث القناه. كابتن علاء ميهوب. وانا يمكن انا بدات مع القناه في بدايتها خالص، اعتقد طبعا لما شفت التجديد اللي حصل، لا انا دخلت داخل مكان تاني بشكل تاني بتجهيزات تانيه. يمكن اروع قناه موجوده دلوقتي بدون اي تحيز هي قناه النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين. بدون تحيز خالص، ان انا اول ما شفت الاستوديو ده بعد انا ما جيت؟ قبل انت بس. قبل انا ما جيت. كنت مع ذهاب الخطيب، فجينا اتفرجنا على الاستوديو، لا حاجه رائعه. طلع قبل اللي حصل في النادي، في قناه النادي الاهلي، شيء يعني انا ما كنتش متوقع بصراحه يبقى التغيير بالشكل ده، لكن واضح ان الناس ركزت كويس قوي، ما بخلتش على القناه بحاجه خالص. صحيح. ركزت وودت كل امكانياتها للقناه، فطالعه بشكل اكتر من رائع. بتمنى يا رب دايما التقدم كمان، مش نقف على كده، لا التقدم كمان النادي، قناه النادي الاهلي، وتبقى دايما الاحسن يا رب. كابتن محمد يوسف. يعني طبعا انا بصراحه هضيف للكابتن علاء، انا شايف مجهود، يعني احنا بقالنا دلوقتي حوالي 10 ايام بنيجي في الكواليس بنرتب لحاجات، فلا في شغل كبير جدا. وحتى قبل ال 10 ايام اللي احنا جيناهم دول الناس هنا شغاله، انا مش هذكر اسامي، لكن فعلا مجهود كبير جدا الناس كلها اللي شغاله هنا واللي مسكوا القناه. طبعا ناس عايزه تنجح وناس بتنجح، وناس هي دائما لما كانت بتمسك اي اماكن قبل كده كانت بتنجح. فمش عايزين نتكلم، يعني احنا عايزين ندي مدلول بشغلنا وبشكل القناه، ازاي تلم جمهور الاهلي كله حواليها، وازاي تبقى دايما القناه على التلفزيونات بتاعتهم 24 ساعه.
انما في مجهود كبير جدا بيتعمل ويعني في كل الجوانب وفي كل الادارات وفي كل التفاصيل الصغيره جدا عشان يظهر بعد كده في الاستوديو نبقى الشكل اللي يليق بالنادي الاهلي واللي يليق بسمعه وشكل وجمهور النادي الاهلي عشان يبقى فرحان وسعيد وفخور بقناته. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم اعلام محترم، اعلام منطقي، اعلام يعني عايز اقول محترف ان شاء الله في الاستوديو التحليلي وفي كل البرامج المختلفه. محترف وده اكبر دليل. ده اكبر دليل جاي يعني محترف. اذا كان المقدم محترف ما بالك بالضيوف يعني. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم حاجه مميزه جدا يا رب. التوفيق ان شاء الله، يعني حاجه في غايه الاحترام وفي غايه التقدم وحاجه محترمه يعني. الحمد لله. كابتن عادل مصطفى، هو الحقيقه يعني من اول يوم دخلت، من اول مكالمه جات لي، انت في منتج بيع نفسه. النادي الاهلي منتج كبير بيع نفسه، مش يعني حتى لو ما طورتوش هيبيع نفسه. صحيح. لكنك تدخل بالكم الكبير ده من التطوير، ومش تطوير بس في المنشآت، كمان الافراد اللي موجوده ناس على اعلى مستوى، وفعلا كل واحد تبص في عينيه هو عايز ينجح. ودي صحيح. حاجه قلما يعني ما تلاقيها في مكان ان الناس كلها تبقى مجمعه على حاجه واحده. صحيح. ممكن تبقى موجود استوديو عايزين ينجحوا، بس الناس اللي وراهم عادي مش مركزين، او العكس ممكن تلاقي ناس بتشتغل تركيزهم عالي جدا بس في ناس مش مركزه قوي. وده انا لمسته كويس جدا، لان دي اول تجربه ليا، وفعلا الناس كلها الموجوده دي حقيقة. حسيت انهم اهلي كلهم، الناس كلها عايزين ينجحوني، هم عايزين ينجحوني. من اول ما تدخل من باب القناه الناس اللي يعني ليها علاقه بالاستوديو، الناس ما لهاش، فعلا الناس كلها مركزه، الناس كلها عندها عارف مستنيه حمى البدايه. صحيح. مستنيه تشوف هي عملت ايه. صحيح. الناس بره قاعده بتتفرج بتشوف شغلها، ودي حاجه من الحاجات ممكن احنا نكون واقفين الناس مش واخده بالها، ان احنا انا فعلا مراقب الناس كلها بره، كل واحد واقف قدام الشاشه عايز يشوف هو التعب اللي تعبه هيطلع بشكله ازاي. مظبوط. ودي اعتقد دي يعني دي اقل حاجه تنجح اي حد يعني. الحمد لله. فيعني بالتوفيق، وبارك لهم هم، ببارك الناس اللي ما طلعتش على الشاشه. صحيح. هم فعلا عملوا مجهود كبير جدا، وبنشكرهم كمان، وان شاء الله وان شاء الله ربنا يكلل مجهودهم يعني. كابتن هاني. والله كابتن ايمن، يعني وجودي النهارده في قناه النادي الاهلي بالشكل دوت، دي تاني مفاجاه، احلى تاني مفاجاه في حياتي يعني. اول مفاجاه كانت بالنسبه لي وجودي طبعا. طيب اوعى تقول حاجه تاني. لا، اول مفاجاه بالنسبه لي لما جيت النادي الاهلي والناس كلموني ان انا جاي النادي الاهلي كلاعب. لكن المفاجاه الثانيه المهمه في حياتي برضو، دي تاني اهم حاجه في حياتي حلوه، ان انا جيت ان انا ابقى موجود النهارده في قناه النادي الاهلي. طبعا ده شرف ليا طبعا، واتمنى يا رب دي بدايه اول حاجه ليا اشتغل في اعلام. وطبعا هي مجازفه كبيره جدا، لان انت بتتكلم موجود مع ناس كبيره جدا وقامه كبيره، وفي نفس الوقت مع نادي الاهلي يعني. فدي تحدي كبير بالنسبه لي، ان شاء الله باذن الله ان هي خطوه تكون خطوه كويسه ليا ان شاء الله كبدايه باذن الله. وطبعا هشكر تاني وتالت ورابع الناس اللي موجوده معانا اللي ورا الكاميرات كلهم، لان فعلا تعبوا. وزي برضو معادل قال ان الناس دي في فرق. كابتن ايمن، لما تيجي واحد بيشتغل عشان خاطر مادياته، في فرق ان واحد بيشتغل عشان خاطر ان النادي المكان اللي هو فيه ينجح. صحيح. ده بنشوفه في النادي الاهلي في اي مكان، اذا كان في النادي في المجال الرياضي وشفته حاليا في المجال الاعلامي. الناس فعلا بتتعب بقى لها فتره كبيره. فطبعا انا بشكرهم مره ثانيه، وبشكر الناس القائمين على القناه، وبالتوفيق يا رب دايما كده ونقدم حاجه كويسه. انت عايز الخلاصه؟ الخلاصه بعد كل النادي كله طبعا يعني. ايوه. حط اسم الاهلي في اي حته. في اي حته. بس مظبوط صحيح. خلاص بعد كده نستفاد من كل حاجه حلوه. كابتن علاء، مستر فايلر قدر انه يبدع مع الفريق في الدور الاول لبطوله الدوري، وبيبتعد كثيرا عن اقرب منافسيه، فريق كبير من النقاط، وقدر انه يحقق نتائج ممتازه بدوري الابطال. ايه تقييمك لمسيره مستر فايلر مع النادي الاهلي حتى الان؟ طبعا لحد الان مسيره ممتازه جدا. هو في ميزه كويسه، مستر فايلر اول ما جه او قبل ما يجي هو عارف هو جاي فين. اهم حاجه ايما لما تيجي رايح مكان تعرف المكان انت رايحه، فهو عارف خلاص، دارس وعارف تاريخ النادي الاهلي، فهو عارف رايح فين. هو رايح عند نادي ما بيبصش على المركز الثاني، هو بعينه على المركز الاول بس. احنا بالنسبه لنا وتربينا على كده واحنا صغيرين، وكلنا مرينا بالمراحل دي،
انك المركز الثاني عندك انت خسران. صحيح. انت المركز ده مش موجود في القاموس بتاعك بتاتا. انا دايما بلعب على مركز اول، عشان كده حتى الناس لما تكلمك تقول لك هو ليه لعيبه النادي الاهلي عايزه دايما تكسب؟ عشان انت اتربيت على كده. ما انت اللي بتتربى عليه انت بتكبر عليه. دي فلسفه. مظبوط بالظبط. فانت صحيح. انت متربي وانت مش في مدرسه الكوره انك بتروح ماتش انت عايز تكسب. مظبوط. ممكن لما بتخسر بتبقى هتتجنن. صح. فهي دي الفلسفه اللي النادي الاهلي ككيان مبني عليها، انك دايما بتلعب على المركز الاول، دايما عايز تبقى نمره واحد في كل حاجه. يعني القناه النهارده معلش مع احترامي كل القنوات الموجوده، لا انا اللي شفت النهارده الفرق كبير جدا، مش في مصر بس، لا أي. في كل حته بصراحه. أي. اللي شفته في قناه الاهلي النهارده لا الموضوع مختلف تماما. فهي دي الميزه، هو الراجل عارف راح فين وهو وصف امكانياته، وعارف ان هلاقي امكانيات بشريه، امكانيات ماديه، وكميه جماهير تشيله يعني ترفعه السما. مظبوط. مع ان كان في ناس كتير جدا قلقانه ان هو بالظبط ان هو لسه اولا صغير في السن. صح. تجربته مش كبيره قوي في مزبوط. افريقيا عامه. مزبوط. لكن هو الراجل هو خدها مجازفه، بس في اوقات ايام من المجازفه بتبقى مجازفه محسوبه ومش عيب ان نعملها، يعني نسبه النجاح فيها تبقى عاليه. مزبوط. يعني لما جازف مع فريق بقيمه النادي الاهلي، لا طبعا انا عارف انا رايح فين. صحيح. ما فيهاش مجازفه، لا بالعكس انا رايح مكان هيرفعني على فكره. مزبوط. دايما مظبوط اسمه هيكبر مع انا دايما بقولها كلمه مع احترامي كل الدنيا وكل اللعيبه وكل المدربين، اللي بيخش النادي الاهلي شرف ليه هو مش العكس. الموضوع صح. بالنسبه لي مقفول تماما. تخش النادي ده حاجه تضاف له هو، النادي الاهلي مش هتضيف له حاجه. مزبوط. كلنا كده يعني تحت مظله ان احنا تحت النادي الاهلي. صح. بس فكل الناس كلها في النادي الاهلي ده شرف ليها. فهو راح واكيد عرف، واللي راح اتكلم معاه قال له تاريخ النادي الاهلي ولعبته ونظامه واحترافيه كل الاداره، فجي على مكان صح. هو بقى ذكي جدا كمان. بالزبط. فرض اسلوبه. بالزبط. اللعبه كلها بتحبه، تمرينه حلو قوي. هي دي مميزات المدرب ايمن على فكره، انك اللعبه كلها تبقى حواليك، اللعبه كلها تحبك. شخصيته قويه جدا. كنت لسه اقول لك قريب قوي من مستر جوزيه. انت كنت بتتكلم مع بتتكلم مع مستر جوزيه. كانت انا اشتغلت معاه كتير قوي، يمكن هاني اتمرن مع مستر جوزيه، يمكن عادل كمان. وعادل. فلا الراجل شخصيته معروفه، اكيد يوسف يعرف مستر جوزيه كويس جدا. فالراجل في دي بس شده، بس بذكاء، باحترافيه. مزبوط. ان انا ما اكرهكش شديد، وعامل نظام كويس قوي للفريق، عايز كله يلعب، ودي حاجه مهمه جدا، ودي اللي منجحها لحد دلوقتي ايمن، ان كل واحد عايز يبقى عنده مكان، عايز يلعب. هو فارق في الدوري ما شاء الله قبل حتى التوقف. مزبوط. اللي احنا فيه ده، وراجع هيكمل مسيره الدوري بإذن الله. اللي انا بالنسبه لي ان شاء الله الدوري دي حاجه محسومه، لكن كل جماهير النادي الاهلي مستنيه بادارته، مستنيه البطوله الامير ان شاء الله. كابتن بلاش التاسعه والنبي عشان التاسعه دي ان شاء الله. لا ان شاء الله تيجي. يعني احنا معانا اخر مدير فني جاب البطوله. يعني احنا معانا كابتن محمد يوسف اخر مدير فني فاز في البطوله. فان شاء الله يبقى وشه حلو كمان على النادي الاهلي وعلى القناه هنا، وتبقى يفوز ان شاء الله النادي الاهلي ببطوله افريقيا، اللي هو انا متاكد يعني مش مبالغ، ومش ماليش دعوه بالانديه الثانيه، دايما النادي الاهلي هو اللي حق البطوله. طبعا كابتن محمد يوسف تقييمك. بص هو طبعا الراجل عامل كوره كويسه، يعني عامل حاله كويسه جدا، ويمكن زي ما انت قلت حصل جدال وحصل كلام كتير جدا على توليه في البدايه والسي في بتاعه وكده، لكن النادي الاهلي دائما انا بقول انه هو اللي بيصنع الحدث. يعني النادي الاهلي او غرفه القرار في النادي الاهلي دائما هي اللي بتصنع الحدث، هي اللي بتاخد القرار، وبعد كده الناس تغير ارائها بقى على الـ 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 او تغير الفكر بتاعها ورؤيتها على القرار اللي اتاخد من جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي لما درس السي في بتاع الراجل كان شاف ان هو عنده مستقبل كويس. انا يمكن معترض شويه على سنه، لان هو سنه 46 سنه، وده سن مش صغير خالص في الكوره. يعني مثلا العبد الله، انا لما مسكت النادي كان عندي 42 سنه، مسكت الفريق الاول 42 سنه. دلوقتي كام؟ 52؟ لا انا عندي دلوقتي 49. من 7 سنين كنت ماسك النادي، فكان عندي 42 سنه. فهو يعني السن مش صغير دلوقتي 46. لكن اللي انا عايز اقوله الراجل عامل ثلاث نقط مهمه جدا يا كابتن ايمن، والثلاث نقط دول مهمين لفرقه زي النادي الاهلي. اول حاجه انه مش محسس اي لعيب انه هو اساسي ولا بديل. يعني ما فيش حد عايز اقول ايه محافظ على مركزه، مفيش حد ضامن انه يلعب. أيوة. في مركزه، ودي نقطه كان عاملها مستر مانو الجوزي، فكان مخلي برضو اللعيبه كلها بتموت نفسها سواء في التدريب او في المباراه، مع انه بقدر الامكان مساب التشكيل بشكل كبير. بس مثلا تيجي تلاقي مثلا ايه بيروح عامل بعض التغييرات في اوقات اللعيب ما بيتوقعهاش.
غير حسين الشحات مثلا بعد مباراه الزمالك وكان مكسب بالنادي وبتاع وراح مغيره. لعب من غير رمضان صبحي فتره، وهديك امثله كتيره. ناس ما كانتش بتشترك في الاول لعبت معاها بعد كده، زي اليو ديانجو زي ياسر ابراهيم. فدي نقطه. النقطه الثانيه انه عامل تميز في الحيط في التلت الهجومي، التلت اللي هو بيحبوا جمهور الاهلي. اللي بيحبوا كل الناس اللي بتشاهد النادي الاهلي، سواء متابعين سواء جمهور. التلت الهجومي لو انت بتعمل شغل في الملعب كله بالنسبه للنادي الاهلي، والتلت الهجومي ما انتش مميز فيه، فجمهور الاهلي مش بيستصيغ قوي الحته دي. لكن لما بتبقى مميز في التلت الهجومي، وهو حط الريتم بقى بتاع النادي الاهلي في التلت الهجومي، سواء من تحركات، من لا مركزيه، من سرعه اللعب في التلت الهجومي، الباصات، الكور العرضيه بسرعه، ده بيفرق مع جمهور النادي الاهلي. بيفرق مع جمهور النادي الاهلي، ودي باينه في ايه؟ باينه في عدد وصول النادي الاهلي لمرمى الخصم بكثافه كبيره في كل المباريات، باينه من نتائجه انه لعب 17 مباراه في مستوى الدوري مثلا، كسب 16 وتعادل واحده، باينه في الارقام، باينه في الارقام في عدد احراز الاهداف. صحيح. فدي عملت بوند ما بينه وبين جمهور النادي الاهلي. ممكن انت لو بتلعب في اوقات تانية بشكل تكتيكي متوسط شويه، او شكل طبقا للخصم وطبقا لامكانياتك والورق اللي معاك، ما تفتحش خطوطك قوي. فدي ما بيبقاش الجمهور بتاع الاهلي مستصيغها بشكل كبير. ثالث حاجه هي الكاريزما بتاعت الراجل كشخصية. الثلاث حاجات دول هم شخصيته فرضها على المنظومة، أو على عايز أقول على أوضة اللبس وعلى الملعب وعلى التدريب وعلى الحاجات دي. يمكن أنا قلت لك قبل كده أنه ما بيشرحش، ما بيتكلمش في التدريب في الملعب. هو بيشرح الوحدة التدريبية قبل ما بينزل، وبعدين بيشتغل على طول في الملعب. فلازم اللعيب يبقى مركز، ولازم اللعيب وهو قاعد في المحاضرة يبقى مركز في شرح التدريب قبل ما ينزل الملعب، عشان بعد كده لما يخش على التدريبات المتتالية تبقى اللعيب على طول ايه، حافظ ومركز يعني. فالحاجات دي خلته أداؤه مميز، وأنا شايف ان قرار من القرارات الممتازة ان تم التجديد ليه عشان يستمر ويكمل المسيرة بتاعته. هو يمكن بعض الناس كسب بطولة سوبر، خسر بطولة سوبر برضو أمام الزمالك، ماشي كويس جدا في الدوري، وبشكل قريب إن شاء الله يفوز باللقب بإذن الله، وإن شاء الله وإن شاء الله بطولة أفريقيا زي ما قال الكابتن علاء إن شاء الله تبقى في دولاب النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله، عشان هو ده اللقب اللي جمهور الأهلي بيحبه، هو ده اللقب أو البطولة اللي جمهور النادي الأهلي بيبني ثقته على البطولة دي. مستنيها كمان، مستنيها طبعا. خلاص يا كابتن محمد؟ خلاص يا كابتن. يعني انا تحليل الفايلر هياخد شقين، وفي مصر مواصفات المدير الفني بيبقى شويه مختلفه، ومش في مصر بس، في دول كتير جدا، وها يعني منها مثال زيدان. يعني زيدان من مدارس الاداره ان هو بيعرف يدير الفريق بره الملعب كويس، والشق الفني ممكن يكون مش في البدايه مش اعلى حاجه، ولكن لما تيجي تدير الفريق كويس هتقدر تبني عليه فني كويس. يعني انت ممكن تشتغل فني كويس جدا بس ما عندكش، ما تعرفش تحكم في لعيبتك. أيوه. ما تعرفش تديرهم بشكل كويس. السمات الشخصيه، السمات الشخصيه للمدرب. فانا شايف ان السمات الشخصيه هي لما اجي اتعاقد مع مدير فني، او ان انا اشوف مدير فني لفريقي، البدايه هي السمات الشخصيه، مش ان هو فنيا كويس. هو ممكن يكون فنيا كويس جدا، وده مثال على ناس كتير جدا زي ساري مثلا. ايوه ساري فنيا يعني بيتعمل له كتب والناس كلها بتمشي وراه، لكن هو فن يعني اداريا صعب. أي. اداريا مش ما يقدرش يعمل يتحكم في اللعيبه بشكل كبير، وده باين ان هو مع الفرق الكبيره مش احسن حاجه في الاداره، ولكن فنيا هو تقدر يعني موسوعه وتعلم منه كل حاجه. فايلر نجح في ده في البدايه، ان هو عمل شخصيه كويسه جوه الفرقه، عمل الحاجز الوهمي اللي بينه وبين اللعيبه، ان هو اللعيبه ما تكرهوش، وفي نفس الوقت هو شديد، ودي حاجه مهمه جدا للمدرب. وانا شايف ان دي اهم نقطه. يعني لو بتكلم في تقييمات المدير الفني، لو جيت شفت كل مدربين العالم، الناس اللي هتقدر تاخد منهم حاجات فنيه وتقدر تبدا تذاكرها وتجيب لهم كتب عشان تقراها لا يتعدوا 10%. أيوة. والباقي كله عنده نمط شغال عليه، عنده تنظيم كويس. مظبوط. وده اللي انا شايف ان فايلر نجح فيه. حتى تقييماتي لفايلر في البدايه، الناس كلها تقول ان فايلر هل فنان كويس، انا ما اقدرش اقيم مدرب فنان في اول 10 ماتشات. هو صحيح. في اول 10 ماتشات او اول سيزون كمان، يعني مستر مانويل جوزيه في اول سيزون ما اداش احسن حاجه عنده، عمل حاجات كويسه
ولكن بداياته ونجاحاته كبيره قوي في الفتره الثانيه اللي هو جه بعدها. أيوه. وعرف يشوف شخصيه اللعيب المصري وعرف يتعامل وكمان زي. في حاجه ثانيه. أيوه. السوشيال ميديا صعب جدا انك تقدر تدير فريق بالسوشيال ميديا بتاعته كمان. مظبوط. انك بتدير فريق بلعيبه بسوشيال ميديا وعندك كمان حجم وقيمه النادي الاهلي. بالظبط. وفي كمان السوشيال ميديا مقسومه كذا اتجاه، اتجاه. أيوه. بيدعمك. أيوه. واتجاه بيحاربك. مزبوط. واتجاه ثاني هو اهم حاجه النادي الاهلي يقع. أيوه. فده صعب مش سهل. فانا شايف ان السمات الشخصيه موجوده والسمات والفنيات اللي عند مستر فاير انا شايف ان هي ما طلعتش كلها، لسه في حاجات هتطلع ومع الوقت. ولو جيت بصيت لاحصائيات الماتشات كلها في لعيبه لسه ما لعبتش. أيوه. في لعيبه ما اخدتش فرصتها. مزبوط. كامله. فده هيجي مع الوقت. وحتى الصفقات اللي جات اللي هو جابها مع الوقت هتلاقي بتبني حاجه للمستقبل. واتمنى ان هو يكمل فتره تانية ان شاء الله. كابتن هاني العجيزي، طبعا اول نقطه عايز اتكلم فيها كابتن ايمن، ان احنا كلنا تقريبا كده كل في الاستوديو يعني متفق على حاجه واحده، اللي هي ان الراجل فيه حاجات كتير قوي من مستر مانويل. كلنا يعني متوافقين على الموضوع ده، يعني حتى في الـ في الـ في في الشخصيه اللي احنا بنتكلم فيها مع اللعيبه، برضو بعض الفنيات برضو في الملعب في حاجات كتير قوي من مستر واخدها مش واخدها، يعني شبيهه للطريقه بتاعه مستر مانويل جوزيه. فكلنا طبعا شايفين الموضوع ده. فدي برضو حته ان هو التعامل مع اللعيبه، طبعا انت معاك تقريبا نجوم كبيره جدا في الفرقه ومجلس الاداره بيدعم بشكل كبير جدا وجايب اسماء كبيره، ويعني الراجل برضو دي يعني ليها سلاح ذو حدين، ان انت بتتعامل مع حوالي 6 أو 7 نجوم في الفرقه بالنسبه للشق الهجوم اللي قدام، فدي حاجه مش اي مدرب ان هو يقدر يتعامل معاهم في. صحيح. فلازم هو قادر يسيطر على الموضوع ده، هو قادر يسيطر. ده حاجه تتحسب له برده، ودي حاجه برده تساعده، يعني حاجه تساعده في الماتشات اللي هي الوقت الضيق اللي احنا داخلين عليه. طبعا عارفين ان احنا كل الفتره اللي جايه كل 3 أو 4 ايام ماتش بالظبط، فالموضوع هيبقى صعب، فيحتاج كل واحد فيهم. فنصيحه ليا ان اللعيبه تصبر، ما حدش يستعجل، ما حدش كله هيلعب. بالظبط، كله هيلعب، هتجي لك، بس لما تجي لك لازم تمسك فيها كويس جدا. فطبعا كل الامكانيات متاحه وكل السوشيال ميديا كلها ورا الراجل، يعني دي ميزه برضو يعني عنده، ان الناس كلها بتحبه والناس كلها في ظهره، شايفين ان هو عمل طفره في في في, في اداء النادي الاهلي. وانا برضو متوقع ان هو لسه عنده كتير، يعني ان شاء الله برضو نقطه التجديد دي حاجه مهمه جدا، ان الراجل خلاص يستقر ولازم ما يفكرش بقى في العروض اللي هتجيله او حاجه. فدي برضو حاجه تحسب لمجلس الاداره ان شاء الله، ان هو يقدر يبقى موجود السنه الجايه ويحقق لنا بطولات ان شاء الله. بنشكر نجومنا الكبار في ختام فقرتنا، وباذن الله هنتكلم كتير في الاستوديو بكره ان شاء الله. استنونا واستوديو تحليلي اخر في مباراه الجونه والنادي الاهلي. فاصل، وبعد الفاصل نواصل معكم فقرتنا في الافتتاح.